صديقنا العزيز وصديقك العزيز، يعني عايز يديك هديه او حاجه بمناسبه شيرين ما يجيش منه. لان هو بيقول او هو بيقول ان انت قلبك جامد جدا ومفيش حاجه بتخوفك، ولو كانت عمل فيك البرنامج ده انت كنت كسرت الدنيا، لان انت ما بيهمكش حاجه اتعمل فيا انا. يعني لا خد يا شيرين، خد يا شيرين لو تتكلم، والحاجات دي ما بتخوفكش وما بترعبكش وكده، يعني تقف قدام الجيش كله ما يهمكش، واخد بالك؟ ده اللي يعني بيقولوا عليك. يعني انا صورت مع نمر اساسا. مع نمر انا صورت مع نمر، كان في غابات كندا. صورت مع نمر ده كان فين التصوير ده؟ ده كان في حته في الصحراء. ما خفتش من نمر؟ مربوط يعني معاه كده يعني ومش مربوط. لا ازاي ده بقى مجنون يعني. انما مربوط وبس يخوف يعني كل اللي واقفين خايفين. انما وانا كنت بختبر نفسي بصراحه. انا ما بخافش من حاجه. دي مش حقيقه. ليه؟ لانه واحنا صغيرين كان في حاجه واحده بس هي اللي كانت مش بتخوف. هو ما بيخافش بس التعبين. احنا هنعرف. بيخاف من التعبين؟ لا التعبين ده بحب شكلها بس ما بحبش اقرب ناحيتها. النهارده بما اننا كلنا جايين نفاجئك، فجايبين لنا كلنا مفاجاه صغيره 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 صغيره. اوعى تقول لي صرصار اجننك. لا يعني بعد ما اتصورت الاسد خايف من الصرصار؟ ما هو انا بص حاجتين بخاف منهم. الصرصار بجد والفار. لا حاجتين. امسك بقى دي. لا 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 ولا ولا يا ابني نزيلة يا ابني لعيبة يا جماعة بجد. يلا طلع اطلع برا. اطلع اطلع برا بيه. اطلع برا. اطلع برا بيه. اطلع برا. اوعى. محمد فؤاد قبل الحلقه قال لي مش عايز اعمل حاجات فيها حركات كتير عشان كنت بلعب كوره وركبتي مصابه. شفته جري ازاي؟ فين ركبتك اللي مصابه؟ ما انت زي لا 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 انت زي الفور. انت طلعت تجري الا الفار يا راجل. فين يا شيرين الفار؟ هات لي اسد ما تجيبليش فار. هات لي اسد ما تجيبليش فار. احمد ممكن تشوف صورة الأسد دي؟ تعالى كانت فين الصورة دي؟ في صورتي مع أسد. فتنورنا. والله أتصور مع أسد وما ما 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 أشوفش فار. هند أنت إيه